موسم جديد وحلقة جديدة من برنامج المغسل، وشكل الموسم هو حيكون very spicy. المخزن حيرجع وحيكون حلقة في الأسبوع، لكن يوم الخميس في العشية، والبرنامج حيكون على اللي صاير واللي مش صاير في البلاد، وشوية بهارات مني وشوية بهارات منك، وحنقول عيار على اللي مدينين العار، واللي حيغلط في الشعب حنزعله. يوم جديد وحكومة جديدة وقرارات وتحالفات جديدة، ولكن سؤال يحيرنا، هل حيقدروا أعضاء الحكومة الجديدة أنهم يقدموا حاجة جديدة ومفيدة للشعب والبلاد أو لا؟ اكتبوا لي لقطة في التعليقات. فلنبدأ. عقيلة صالح في مقابلة ليه سألوه هل حيستقيل لنا في دوة طالعة انه ممكن ينحوه من مكانه، فضحك وقال انه هو مش من طلاب الوظائف، وانه المعروف عليه انه هو اللي يرفع من شان الوظيفة ومش الوظيفة هي اللي ترفع من شانه، وان استقالته توا او اقالته ممكن تسبب مشاكل هلبة في البلاد وتسبب انقسامات. تلا مش هيك يا صمام الامان، مش هيك يا حامي الحمى، مش هيك يا رعد العملاق ودوق فليد في نفس ذات المومنت. هو نفس عقيلة صالح اللي زمان حلق ب 300 جنيه، وهو نفس عقيلة صالح اللي طلع وقال مرتب 16000 شنبي 6 يناري، وهو نفس عقيلة صالح اللي قاعد يهري من 2014. ما علينا. ولد صقر الجروش يفتح الشيش مع عليه ولد حفتر اللي اسمه بالقسم، لانه وحسب ما مذكور في الفيديو ولد حفتر قل ادبه على عيلة الجروشي، فولد الجروشي قال له انت انسان قليل الادب وباطنك مش مربيك، ولو مربى راهو ما قلتش الكلام هذا وراك ما درتش هيك، وان انسان ساقط ومش جدع. ايوه جدع، انا جدع انت جدع. وطبعا لان احنا في دوله حره وما فيهاش قمع وشفافة وحساسة، اطلع الجروشي وبرر موقفه تجاه اللي قاله ولده، وقال ان ولدي فهم غلط وتسرح في التصريحات اللي قال، وهلبة كلام تاني ممكن ان ينحط في نطاق الدربيك والحاجات هذه. شوفوا شن صار وشن ما صارش ومن بدي ومن الغلط ومن مش غلط مش موضوعنا. احنا موضوعنا ان مؤسسة عسكرية المفروض انها تكون رسمية ونظامية، الدوة هذه مفروض ما تطلعش منكم. شافوا عدويت عليهم كلهم، لكن الدمير انتش دوليه من الخير صاحبك، شنو شكل باتيك سفارة يا مرو. الدبيبة في فيديو اخير ليه طلع عنا مشي اللي طبرق وقالوا انه تلاقى مع ابو عكوز، اللي ما يعرفش ابو عكوز هو رجل شيباني كان انت ما يخطر للبرلمان مش عاجبه يمشي يسكر لهم القاعة اللي يجتمعوا فيها بعكوزه، قسوت ديما يسكر فيه. المهم في التدريزة متاع دبيبة طلعوا منها حاجات غريبة شوية، ألا وهي إن حسب ما صرح أن لز رئيس الوزراء المالطي ودوي على مطار طبرق ومشكلة الكهرباء وعطيه وعود بجني كلها، ونبه كل الدول اللي مزرطوا فينا زي ما هو وصفهم، وقال لهم احنا اي دولة بتحترمنا بنحترموها، الدولة اللي مش هتحترمنا مش هنحترموها، ودوي على المخدرات وزرو. يعني الرئيس الحالي فقشها معانا من اول طلوع ليه، وفي نفس الوقت ركز في دوتا على المصالحة الوطنية وتعزيز العلاقات بين المدن الليبية والجو، هو واللي هو على فكرة الثيم اللي واضح ان اغلبية المسؤولين توا بيدوبي. اكيد في راس موضوع. انتوا قولوا لنا شنو رايكم في التصريحات اللي طلعت من دبيبة، وشنو هو تقييمكم للوضع لتوه، وهل حيقدر هو يوفي بالوعود اللي اعطاها او لا؟ اكتبوا لنا لقطه في التعليقات مش حتى الحكومه يقروهم ويستفيدوا من رايكم من غفلتهم. احتفالات 17 فبراير واللي صار من عرقات في احتفالات 17 فبراير، انقسام في الراي العام بين اللي يبوا يحتفلوا واللي ما يبوش يحتفلوا، واللي مشوا يحتفلوا واللي ما مشوش يحتفلوا واللي سبوا الزوز. طبعا شكات تخوين على بياض ومحاولة اثبات لوجهات النظر بالطريقة الغلط والحبشتكنات اللي احنا متعودين عليها من اعفار ونشافوا الجوها، ومشوا الناس للميدان ولا كأن الكورونا ليها وجود بتاتا. فالكورونا زعلت واكتئبت ونحت الكمامة ونزلت حتى هي تغني جتا جلطة مع الشوكي وترقص على آية صمرة، ويوم 17 فبراير اختم هادي زي وفجأة شوبليكس طاير فاير ناير مضيء مسطح كروي مستقل كفور في مسلم. عدد كبير جدا اللي مشى للحفلة، عدد ما عمره ما طلع، لا لما قصوا المي، لا لما نحرق المطار، لا لما خشط بعضه، لا لما بدو في الاغتيالات، لا لما بدو في الطبان، لا لما فهذا شنو يوريكم، تبوا تكسبوا شعب ديروا له حفلة. المهم مبارك على اللي احتفلوا ومبارك على اللي ما احتفلوش ومبارك على الكورونا وان شاء الله خير، مع انه مش وقت بتاتا نطلع في الوقت هذا، لكن انا مش لايمكم لان خطموا عليكم مواقف ومعاناة بدت تخليكم حتى الكورونا مش عاطينا اهميتها،
واي فرصه تحصلوها للهياجه حتستغلوها. وما هذا كله، احنا كنا ليبيين ولازم نلتزموا بقوانين ونلتزموا باسلوب حياه ما يسببش الضرر لاخوتنا التانيين اللي قاعدين معنا بنفس المكان. احنا كلنا في نفس الحوش، يعني لو خلينا واحد بس يمرض حنمرضوا كلنا. زمان جروبينا وقالوا ان ثورتنا مثل الثوره الفرنسيه، كانوا يقولوا فيها الفرنسيه زي تو. لين خلونا بدنا نشمه في القهوه متاع باريس تهفف من بعيد، وبعدين قالوا لا حتولي زي دبي، وخلونا نشمه الجبل متاع دبي ونشموا النافطه متاع اللامبورغيني اللي المفروض كانوا حيديروها تاكسيات طبعا. وبعدين قالوا هاي نقسموها وشمينا عبق الفيدراليه، وبعدين قالوا لا لا اسمعوا تعرفوا شنو ردوها لنا ملكيه وشمينا سلوسيه، وبعدين الشعب قالوا بتعرفوا شنو لا لا ردوها لنا زي الاول، وشمموا لهم وشمموا لنا وشمينا البعض. بس انت لو شاتك فرصه انك تغير النظام اللي ماشي بيه ليبيا وتخليه ماشي زي نظام اي دولة انت عجبتك، شن حتكون الدولة هذه وعلاش؟ اكتبوا لنا لقطة في التعليقات ما بين ما مشينا خدنا رأي الشارع ولا نايكم. اتمنى بلدي ليبيا مثل اندونيسيا، دبي، بريطانيا العظمى، والله زي المانيا، اختار دبي بها احسن دول العالم، ما نقارنهاش بأي بلاد يعني. الجزائر، اختار السعودية، في إيطاليا، يا بلاد نبي ليبيا شن ندير بها البلاد الأخرين؟ عندها إمكانيات، بلاد نظيفة ما شاء الله لها، ناس هكي حق محترمين، كل شيء إن شاء الله يحترموا حتى في المواطن الليبي هكي، يعني نظامهم وقزي عندهم الصحة غادي كويسة، دكاترة كويسة. الجزائر أنا مشيت لها في 99 كانت الحرب والإرهاب والوحد، عرفوا في الأخير أن الحرب والإرهاب مش حيصير شيء من البلاد، واللي تلها حتى في 2009 قلتها جنة، جنة على الدنيا مثل أندونيسيا، طيبة شعب وعمران واقتصاد. أتمنى هذا البلد الجميل مثل الشعب الأندونيسي، ما تقارنهاش بأي بلاد يعني، تكون هي في المستوى الأول في العالم كله. وفي نهاية هذه الحلقة ومع بداية الموسم الجديد والحكومة الجديدة إن شاء الله نفتحوا صفحة جديدة ونتلاقوا كلنا في زنقة جديدة مع بعضنا ونقيموها ببعض. باي فؤاد تو أنت نظر علينا برو على الأساس تو أنا نكون في ليبيا ونكونش هتمشي أنت نمشي للحفلة متاع كفون نجيش برو أنا نمشي لحفلة كفون أبداً السلام عليكم.